اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تنظن انه يعني وصلنا لنقطة 33 غادي يكونوا بلغنا 95% من الهدف ديالنا الاولي. تنعاود نكرر، حنا بالنسبه لنا رغم ما قيل ويقال يعني في بعض المواقع مصطفى فريقكم مراكشي وتشريفه، ماشي الهدف عندنا مادي بل هو معنوي بحكم العلاقه اللي تتربطنا بهذا الجمهور الرائع هذا اللي تناديو له هذا يعني هذا لا فيكتوار هذه اللي تنشفنا اليوم الفرق بحضور يعني ولو انه ماشي بالشكل اللي تتمنى الجميع ولكن كوميم يعني بحضور واحد شويه الجمهور تنظن انه سنزيد بوكو باش نرشيو بارفوا ماشي لا فيكتوار ان ريزولتا بوزيتيف. وكما قلت راه العلاقه المعنويه اللي تجمعنا بهاد الناس هادو ولا بالسكنات مدينه مراكش الي بوكو بلي فورت كو يعني المسائل الماديه اللي تكلمت عليها العديد من المواقع الالكترونيه.